في ليلة احتفالية غمرتها السعادة والأجواء الحماسية، شارك إمبراطور الغناء النجم الإماراتي حسين الجسمي بإحياء احتفال نادي العين الرياضي لكرة القدم بفوزه العاشر في بطولة دوري المحترفين لسنة 2012 بالإمارات، وكانت تحت شعار ولائنا خليفة، واللي جسد أجمل معاني الشكر والوفاء للقائد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. وقدم حسين الجسمي أغنيتين افتتحها بأغنية إماراتي وبعدها أغنية مرقاب العز.